زوج ماليش كان قريبه انه نحن اتطلقنا ومشي الحال خلص. لهيك رجاءا رجاءا خليكي بعيد عني وانساني بقى. رجاءا رجاءا لا عاد تجي لعندي مره ثانيه وتقلي سامحيني على اللي صار، ووقتها ما عاد رح يصير غلط ثاني مثل هاد ابدا. لك شمي انت معصبه هلا. طيب يلا خليني شد اذني واطلب تسامحيني. ريشي انا اسف شديت لك اذني. سامحيني. طيب ماشي اذا هيك ما بيكفي لكان معناها فيني اعمل ثابت وانا شادد اذني. ريشي انت شو عم تعمل؟ وقف بقى اترك اذنك. شو فقدت عقلك انت؟ لو سمحت روح من هون وخليك بعيد عني لو سمحت. اذا حدا شافنا وقت الكل رح يفشوا خلقهم فيني مره تانية. رجاءا روح روح من هون رجاءا. اسمعيني بس. حلو لاكشمي اطلعي غيرتي طريقه لبسك كلها. بس ليش انت شو بدك؟ شو حبيت تطلعي مثلي بالحفلة؟ ولا عم تحاولي تطلعي أحلى مني؟ بس قلك شغلة لاكشمي، ما بتقدري تغيري حالك إذا غيرتي ثيابك. ما بتتغيري هيك وطالعة مثل قبل تماما، ما تغيرتي ولا رح تتغيري. يلي لازم تعرفيه إنه لو شو ما عملتي وقد ما حاولتي ما رح تطلعي أحلى مني. ماليشكا أنت متعودة تعطي رأيك بدون تفكير أو حتى تعرفي شي. ما لبست تياب رضاها بالحقيقة، ما كان بدها تلبسهم وينكي وبينكي اللي طلبوا لتلبس تياب غريبة ومشان هيك لبست هدول التياب. عنجد؟ شي بيزعل. بظن انه ما عجبهم شكلها المبهدل. وانت شو؟ ليش بتضل تمدح فيها وتقلها طالعة حلوة كتير وبتجنني وما بعرف شو؟ خلص انسى هالقصة، وقولي لشوف ليش كنت عم تعتذر منها؟ ليش شو عملت لها؟ ولا أنا لازم أقول هي شو عملت وحطيت الحق عليك هالمرة، مزبوط حكي؟ لاكشمي انبسطي بالحفلة وبعدين ليش عم تخلي ريشي ضل راكد وراكي؟ هي ما عندها مشاكل ماليشكا، الحق علي أنا إجيت لهون لحتى أعتذر. انسى القصة، وليش لحتى نخلي حدا ينزح حفلتنا؟ تعال ريشي رح نرقص، وإنتي لاكشمي خليكي ضمن حدودك بهاليوم، لا تتجاوزي حدودك فهماني؟ لأنه لو شو ما عملتي أنتي ما رح تقدري تاخدي ريشي مني بحياته، ما رح يصير إلك فهماني؟ يعني ليش عم تكرري الجملة أكتر من مرة؟ حابة تستفزيني؟ عفواً؟ أنا كم مرة بدي أقلك إنه هذا الشي مانو صح؟ ما عندي مشاعر بقلبي إله، أنا ما أجيت لهون لرجع ريشي لحياتي بنوب، بس ما بعرف ليش أنتي رافضة تتقبلي كلامي. يعني لو عن جد كان بدي ريشي يضل إلي ما كنت قبلت الطلاق، وأنتي ما كنتي واقفة هون وعم تحلمي تتزوجي ريشي، فهمتي؟ شايف ريشي؟ شايف كيف حكيت معي هالبنت؟ ايه شفتها ماليشكا، وين الغلط بحكيها؟ قليلي وين الغلط؟ إذا بدك تخبصي بالحكي معها طبيعي تجاوبك هيك جواب. ريشي وأنت ماليشكا شفت بعيني لاكشمي ما حكت شي غلط، أنت إجيتي وأنت حكيتي معها بطريقة سيئة كتير، لاكشمي حكتك شي هي ما حكتك شي. طيب ماشي طيب ماشي، أنا ما رح أحكي شي، منيح هيك؟ منمشي؟ أعطيني دقيقة بس. لا رجاءً مو جاي على بالي أحكي معك.